في الخطبة 87 من خطب نهج البلاغة الشريف، في هذه الخطبة يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس، خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كلام أمير المؤمنين. أيها الناس، خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، إنه يموت من مات منا من محمد وآل محمد، محمد، علي، فاطمة، أبناء فاطمة، من الحسن المجتبى إلى القائم المهدي، هؤلاء هم. أيها الناس، خذوها عن خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، إنه يموت من مات منا وليس بميت، ويبلى من بلي منا وليس ببال. هذا في تصور من يتصور من الناس، فلا تقولوا بما لا تعرفون، فإن أكثر الحق فيما تنكرون. هذه الكلمات تترجم واقعنا الشيعية ترجمة كاملة. فلا تقولوا بما لا تعرفون، هذا هو الذي يجري في الواقع الشيعي. الخطباء على المنابر يقولون بما لا يعرفون، مراجع النجف يصدرون الفتاوى بما لا يعرفون، برامج الفضائيات يتحدث فيها المتحدثون بما لا يعرفون، يقولون ويقولون ويكتبون ويؤلفون، مكتبة شيعية كاملة كتبوها وهم لا يعرفون، لا يعرفون دين محمد وأهل محمد، ثقافتهم ثقافة ناصبية، هذا هو الذي يعرفونه. حينما يطرح حديث العترة الطاهرة يكون مستغربا في أوساطهم، حينما يطرح تفسير علي وآل علي الذي من المفترض أنهم بايعوا عليه في بيعة الغدير يستغربونه ويقولون عني من أين يأتي بهذه الروايات وهي موجودة في الكتب التي في مكتباتهم. أنا لا أتحدث عن الصغار، أتحدث عن آيات الله العظمى، عن هؤلاء الغبران، أنا لا أتحدث عن الصغار. هذه مشكلة الواقع الشيعي. فلا تقولوا بما لا تعرفون، فإن أكثر الحق فيما تنكرون، ما تنكرونه من عقيدة الرجعة هو الحق، فإن أكثر الحق فيما تنكرون. وهكذا في سائر تفاصيل منظومة
العقيدة الشيعية بحسب منطق العترة الطاهرة. بعد هذه المقدمات، هل يمكننا أن ندرك فلسفة الرجعة بما هي على حقيقتها؟ هل يمكننا ذلك؟ إذا كنا نحن لسنا قادرين أن ندرك فلسفة الغيبة بأغوارها العميقة، وإنما نعرف وجوها في حاشية المطلب، نعرف حيثيات في جوار الأغوار العميقة، الأغوار العميقة لن نصل إليها إلا في زمان الظهور وبعد ترقي العقول وانتشار العلوم، حينئذ سيكشف لنا الحجة بن الحسن الأغوار العميقة والأسرار العجيبة للغيبة. والغيبة مرحلة ضعيفة بالقياس إلى عصر الظهور، فما هي أسرار عصر الظهور؟ وعصر الظهور مرحلة ضعيفة وضعيفة جدا بالقياس إلى مرحلة الرجعة العظيمة. وأوائل الرجعة العظيمة التي هي أعظم بكثير من العصر القائمي الأول هي ضعيفة أيضا بالقياس إلى المراحل التي تليها، وهكذا إلى الزبدة، إلى الخلاصة، إلى الدولة المحمدية العظمى التي هي حقيقة الرجعة. حقيقة الرجعة وجوهر الرجعة في الدولة المحمدية العظمى التي ملكها محمد، رئيس الوزراء فيها علي، والوزراء آل علي، والقيمة المشرفة فاطمة. تلك هي الدولة المحمدية العظمى، وتلك هي زبدة الرجعة، خلاصة الرجعة. فماذا سندرك عن أسرارها العميقة وعن أغوارها الغائرة؟ إنها حكمة الله التي أذعنت لها الملائكة. الملائكة حين اعترضت على برنامج الخلافة الإلهية كشف الله لها عن طريق أبينا آدم جانبا من أسرار الرجعة، فأذعنوا طائعين وخروا لأبينا آدم ساجدين حين أدركوا جانبا من أسرار الرجعة. فأسرار الرجعة أسرار محمد وآل محمد، وتلك أسرار هناك شيء منها يحتمله الأنبياء المرسلون والملائكة المقربون والملائكة الأكثر ما هم بمقربين، فلا يحتملون حتى تلك النسبة التي تحتملها
الملائكة المقربون، فلا يحتملون تلك النسبة التي يحتملها الملائكة المقربون، فما بالكم بالأسرار التي لا يحتملها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا عبد امتحن الله قلبه للإيمان. إذن من يحتملها يا ابن رسول الله؟ السؤال وجه للصادق صلوات الله عليه، قال من شئنا، من شئنا، هذا أمر راجع إلينا، من شئنا نحن نختار من المرسلين ومن المقربين من الملائكة ومن أشياعنا، نحن نختار منهم ونعطيهم القدرة على التحمل، ثم بعد ذلك نفيض عليهم بالحقائق. فأسرار الرجعة وفلسفتها وحكمتها عميقة بهذا العمق، أن لنا أن ندركها ونحن لا ندرك أسرار الغيبة في هذه المرحلة. من هنا من هنا من هنا كان نحر الحسين ثمنا لهذا المثمن الذي لا أدري كيف أصفه، مثمن عظيم أيته عظمة، يكون نحر الحسين ثمنا له، تتلاشى وحق الحسين تتلاشى الجمل والألفاظ، مع أني أمتلك خزانة لغوية واسعة في حافظتي وذاكرتي، لكن الألفاظ تتلاشى والعبائر تتهاوى، كيف أصف مثمنا ثمنه نحر الحسين؟ من أين آتي بالعبائر؟ من أين آتي بالألفاظ؟ مثمن ثمنه نحر الحسين، أي ألفاظ سأعبر بها وأية كلمات؟ وانظروا إلى هؤلاء الغبران، إلى غبران النجف، إلى مراجع النجف، إلى خطباء النجف، يتحدثون عن الرجعة من أنها لا تساوي فلسا. نظفوا عقولكم، نظفوا عقولكم من قذارة هؤلاء، طهروا أنفسكم من نجاسة هؤلاء، طهروا العقول، طهروا القلوب، طهروا الأرواح، طهروا الضمائر، طهروا الوجدان من نجاسات هؤلاء العقائدية، من قذاراتهم الفكرية. هذا هو الواقع الشيعي من دون مجاملات، هذه هي الحقيقة مقشرة من دون رتوش وإضافات. نذهب إلى فاصل.